مساء الخير جميعا، اهلا بكم في هذا اللقاء، ونرحب بالدكتور يوسف مكي ليتحدث لنا حول غزو العراق وما نتج عنه بعد مضي 13 عاما وانعكاس ذلك على الساحة العربية والدولية. وكما تعلمون أن العدوان على العراق جاء نتيجة لخطة موضوعة من قبل الأنظمة العربية المتآمرة، بالإضافة إلى السياسة الأمريكية والمتآمرون على الأمة العربية لتقسيمها وتحجيم توجهاتها. وقد كان فعلا هذا التآمر أحد المأساة التي تعاني منها الأمة ولا زالت تعاني. فأهلا وسهلا بالدكتور يوسف مكي ليسلط الأضواء على هذا الحدث وهذه المعاناة وهذا العنوان، بالإضافة إلى بعض السياسات والإفرازات التي نتجت عن هذا الحدث الكبير، فليتفضل. مساء الخير مرة أخرى، ألتقي بهذه النخبة من الأصدقاء الأعزاء الذين جمعتني بهم هذه القاعة كثير من المرات. حديث هذه الليلة سيكون في التحليل السياسي أكثر منه في الحديث عن الغزو وما تبعه الاحتلال الأمريكي للعراق. الأخوة الأعزاء، عشتوا لحظات الاحتلال بتفاصيله، ولازلت أتذكر الأخوة الأعزاء الأستاذ أبو علي والأستاذ جمال سلمان اللي لا أفتقده، يوم سقطت بغداد والتقينا في العروبة، ويومها قلت كلمة لا زال يتذكرها أكيد أبو علي، أنه هذا ليس أول احتلال للعراق في التاريخ، وأنه العراق عرفت، هذا البلد العظيم عرف كثير من الاحتلالات، وأن كل احتلال، كل محاولة للنيل من العراق تنتهي في النهاية بانتصار هذا البلد العظيم. في هذه الليلة، هذه الأمسية، سأحاول أن أسلط الضوء على النظام الدولي، تشكله، وأين نقف الآن، وضع احتلال أرض السواد في سياق المتغيرات في موازين القوى الدولية. الاحتلال كان صفحة من صفحات هذا الخلل. وما عقبه كان صفحة أخرى مغايرة في هذه الموازين. النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب الكونية الثانية انبثق من اتفاقية قديمة صدرت عام 1648 عرفت باتفاقية ويستفاليا. ويستفاليا جاءت بعد حروب طاحنة في أوروبا استمرت 30 عام، ووجد المتحاربون أنهم بحاجة إلى تسوية تاريخية، وأن هذه التسوية تستند على عنصرين: السيادة وعدم
تدخل الأطراف الأخرى في شؤون بعضها البعض. لما أطلقت رصاصة الرحمة على السلطنة العثمانية وسقطت روسيا القيصرية، هزمت ألمانيا، في جملة من الأشياء السريعة اللي ممكن رصدها، اللي هي أولا بيان وودرو ويلسون اللي عرف بميثاق حقوق الإنسان 14 وانبثاق عصبة الأمم. شو الجديد؟ هو التأكيد على حق الأمم في تقرير المصير. لم تكن الدوافع أخلاقية، بالتأكيد دوافع حق تقرير المصير والحقوق التي أشير إليها، كانت هناك قوة آفلة وقوة تقليدية تتهيأ للرحيل لكنها منتصرة. إفرازات الحرب أكدت أنها انتصرت على الأتراك والألمان. وأول شيء يلاحظ أنه المركز الثقل في كل التسويات كان المنطقة العربية وبالذات بلاد الشام. شهدت مناورات بريطانية أعطيت في مشاريع ثلاثة: مشروع استقلال المشرق العربي واللي تعهد فيه السير مكماهون إلى شريف حسين، واتفاقية سايكس-بيكو، ووعد بلفور. اتفاقيات متضاربة لكنها تعكس العقلية البريطانية المستندة باستمرار على المناورة والخداع. بالنسبة إلى وودرو ويلسون، الحكومة الأمريكية كانت شعارات الاستقلال تعني أنه تركت الاستعمار العثماني هي أمانات بيد الفرنسيين والبريطانيين إلى حين. ولذلك نعرف دخل في القاموس السياسي ثلاث تعابير رئيسية: دخلت مفهوم الحماية والوصاية والانتداب، وكلها تقريبا تحمل معنى واحدا متضمنا اللي هي استمرار الهيمنة الغربية. لكن لم يمضي عقد واحد على نهاية الحرب حتى بدأت ملامح جديدة. أولها أن الحرب العالمية الأولى حرب لم تكتمل، وأن النظام اللي قام على أساس اللي هو نظام عصبة الأمم هو نظام مؤقت. في عام 1927 وقعت معاهدة أبحر بين الملك عبد العزيز وبين البريطانيين، وبموجبها منح الملك عبد العزيز، اعتبر توج الملك عبد العزيز سلطانا على نجد والحجاز وملحقاتهما. ذلك يعني انه بريطانيا بدأت تتخلى عن نفوذ سياسي في منطقة الجزيرة، ليعقبها بعد شهور قليلة قدوم شركة ستاندرد أويل في كاليفورنيا للتركيب عن النفط. بما يعني انه مرحلة الانزياح بدأت مباشرة بعد عقد من نهاية الحرب، مرحلة انزياح الاستعمار التقليدي والتدخل الأمريكي في المنطقة. اكتملت الحرب، جرى استكمال الحرب العالمية الأولى بحرب كونية أخرى أكثر تدميرا اللي هي الحرب العالمية الثانية. نرصد هنا شيء خطير جدا. في نهاية هذا الحرب صدر تصريح للرئيس الأمريكي هاري ترومان، قال فيه إنه عصبة الأمم لم تعد إطارا فاعلا أو مقبولا لما بعد الحرب. ليه؟ لأنه هذه العصبة لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق المظلومين، وحقوق المظلومين يعني الطوائف والأديان والأقليات القومية.
بمعنى أنه ما بعد الحرب سيشهد تحول. هذا التحول هو إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، وأنه سايكس بيكو رغم كل ما حققته من إعادة تشكيل صياغة خريطة الشرق الأوسط، لكنها لم تعد تنفع، وأنه سوف تتشكل منظمة دولية سيكون على رأس أولوياتها إعادة الاعتبار لحقوق بين قوسين المظلومين. في نهاية الحرب كما تعلمون اكتشفت القنبلة النووية. مع اكتشاف القنبلة النووية واستخدامها تجربتها في هيروشيما وناجازاكي، صار في قناعة أكثر أنه احنا يعني سنضع مشروع التفتيت قيد التنفيذ بعد الحرب مباشرة، لكن سرعة لحاق الاتحاد السوفيتي بالنادي النووي خلق حقائق جديدة. بدأت الحرب الباردة، وبالنسبة لصانع القرار الأمريكي والاتحاد السوفيتي معا، أنه أي حرب مباشرة بين القوتين تعني فناء محتما للبشرية وربما إزالة للكوكب الأرضي، وأنه البديل هو الحروب الجزئية، الحروب الصغيرة، الحروب الأقليمية. يدخل طرف كبير تجاه قوة صغيرة، والقوة الأخرى تسند القوة الصغيرة، وبرز ما يعرف في العلم السياسي بشيء يسموه بروكسي موديل. بروكسي موديل يعني أن الحروب تشن وكالة، وأنه من استحالة أن تجري مواجهة بين القوتين العظمين. ماذا يعني ذلك بالنسبة لسايكس بيكو؟ سايكس بيكو لازم تتأجل، لأنك أنت بحاجة إلى وكلاء أقوياء، لأنه أي حرب تصير يعني بين قوى أقليمية تتطلب أنها تكون عندها قدر من القوة، وهذه القوة تتطلب جغرافيا، عمق استراتيجي، وتتطلب موارد بشرية، وتتطلب أيضا قوة مادية، وبدون هذا في هناك استحالة لشن أي حروب. ولأنه القانون التاريخي هو أنه العلاقات بين الأمم تقوم على الصراع الإرادات، وليس على ما في شيء اسمه هارموني، لا تقوم على التجانس. وطويت صفحة إلى حين، صفحة التفتيت إلى حين. أول مرة بعد الحرب العالمية الثانية يجري حديث عن التفتيت كان في بعد عبور أكتوبر. طلع في تصريحين خطيرين من المهم رصدهم. الأول لمستشار رئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي هنري كيسنجر، قال فيه مجددا خرجت إسرائيل منتصرة في الحرب، وتأكد حضورها كأكبر قوة عسكرية بالشرق الأوسط، وقد حان الوقت لنجعل منها أكبر قوة إقليمية، مش أقوى قوة إقليمية، أكبر قوة إقليمية. ونشرت هذا التصريح نيويورك تايمز. وبالتأكيد لو أتينا بكل يهود العالم ووضعناهم في الوطن العافي فلسطين، ووسعت إسرائيل من عملياتها الاستيطانية والتوسعية، لن تصبح قوة أكبر قوة إقليمية، لأنها تفتقر إلى القوة البشرية. وإذا فالبديل هو تفتيت الوطن العربي بناء على الموزايك، على الفسيفساء، على تشكل الإثني والديني والطائفي. وبعدها مباشرة بعدة شهور طلع مثل هذه المعاهد الاستراتيجية على طريقة راند وغيرها تقرير عن العراق تحديدا، يقول إنه العراق غير قابلة للاستمرار كدولة. العراق
موزايك وصفت بأنها أرض رخوة لا تملك القدرة على الاستمرارية. يعني يقينا أن العراق كان من بين البلدان العربية الأقطار العربية ربما هو الأوحد الذي يملك القدرة أن يصبح دولة بالمفهوم المعاصر بالمفهوم الحديث وقوة اقتصادية حقيقية تضاهي أي قوة في الدول الأوروبية. يملك نهرين، يملك موارد مائية أخرى، يملك نفط، وقارة هو عراق في جغرافيته أشبه بقارة، وديان وجبال وكما نعلم وصحاري، كل صفات القارة موجودة في يعني وجدت في هذه البقعة اللي اسمها العراق. ويملك ثقل التاريخ، التجربة التاريخية اللي امتدت لآلاف السنين. وليس صدفة أن يخرج هذا التقرير أول شيء في الحديث عن التفتيت، يبدأ في 75 يطلع يعني الحديث عن العراق. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كيف كان العراق آنذاك، قوة ثورية صاعدة، آنذاك انتهى تأميم النفط وجرى توقيع اتفاق مارس اللي هو سوى يعني أنهى القضية الكردية، وتحققت جبهة وطنية، ثلاثة عناصر لازمة لفكرة الوحدة المجتمعية، وحدة المجتمع العراقي، وتحقيق ثقل اقتصادي، وبدأت ما أطلق عليه في عينه بالتنمية الانفجارية. كل هذه العناصر جعلت العراق هو المستهدف الأول بمشروع التفتيت. في بداية الثمانينيات بدأت شيخوخة الاتحاد السوفيتي تظهر للعلن، وغرق في الوحل الأفغاني، ودخل العراق حرب فرضت عليه لثماني سنوات لمواجهة الطوفان الطائفي، ويعني أيضا لصد مشروع تصدير الثورة اللي انطلقت منها الجمهورية الإسلامية، والتي رأت أن الطريق للقدس يمر ببغداد. وانتهت الحرب بخروج العراق منتصرا. حدثت قضية الكويت وانتهت فعلا بتدمير العراق، ووضع منذ حينه المدماك الأول في مشروع التفتيت. كل يتذكر أنه في عام 1990 عقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر بحضور السيد فاروق الشرع وزير الخارجية السورية أيضا آنذاك، تحدث جيمس بيكر بوضوح أنه ما بعد تحرير الكويت بالنص فقد العرب قوتهم الاستراتيجية، لم يعد لديهم جيش بالمعنى الحرفي بعد ضرب العراق، وأنه المنطقة مقبلة على تغيرات استراتيجية جيوسياسية، وأن ما سوف يجري سيكون أكثر دراماتيكية من ذلك الذي جرى بعد الحرب العالمية الأولى، والإشارة هنا واضحة إلى اتفاقية سايكس-بيكو. ولم تمضي فترة حتى جاءت عملية ثعلب الصحراء، فرضت خطوط العرض، خطوط حظر الطيران في الشمال والجنوب، وكانت هي أول خريطة لعراق الجديد، العراق الذي تطمح له الإمبريالية الأمريكية أن تنفذ على أرض الواقع دولة كردية في الشمال
ودولة شيعية في الجنوب. وعام 2003 جرى العدوان على العراق، الذي الليلة المناسبة مرور 13 عام على احتلاله. تتذكرون جملة من التصريحات التي قيلت في حينه بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة لرامسفيلد؟ قال بعدما نهبت المتاحف وأحرقت مؤسسات الدولة وجرى الاعتداء على الجامعات، إنه الشعب العراقي يتعلم الحرية، وأن هذا شعب لم يعتاد ممارسة الديمقراطية، وأنه بهذه الغوغاء وهذه الفوضى وهذا التدمير الممنهج للكيان العراقي للدولة العراقية، أنه يصنع العراق الجديد. وأشار إلى أن ذلك هو مخاض الولادة الجديدة لنظام شرق أوسطي. كان رامسفيلد بالذات وليس كونداليزا رايس، كان ذلك في عام 2003، وتأكد مرة أخرى القول على لسان كونداليزا رايس عام 2006، إنه نحن أمام مرحلة جديدة يخلق فيها نظام شرق أوسطي. وكان المنظر الأول لهذا المشروع هو شيمون بيريز في كتاب صدر حول الشرق الأوسط، وأن القاعدة المركزية الكور في هذا المشروع هو الكيان الصهيوني، وأنه سوف تكون بمعنى أنه السنتر المركز سيكون الكيان الصهيوني، وبقية بلدان الشرق الأوسط ستكون أشبه بستلايت ملحقات بهذا المشروع وتابعة له. عام 2010، احنا بدنا نقفز بسرعة على أساس نوصل للمرحلة. عام 2010 صار الربيع العربي. قبل الربيع العربي في حملة إعداد وتهيئة مراكز في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دورات تدريبية لشباب في ألمانيا من كل أنحاء الوطن العربي، في المغرب، في مصر، وصلت حتى لعدن تدريب عن اللاعنف، حركات اللاعنف، عن الديمقراطية، عن التحرك السلمي، تهيئة لمرحلة قادمة. وصدرت كتب، للأسف يمكن أبيع لكم خبر أنه إحنا في مركز دراسة الوحدة العربية وقعنا في مطب أنه كان فيه نسخة كتابين ترجموا في حينه وطبعوا من المركز عن اللاعنف وعن كيفية عملية الحركات الاحتجاجية، على أساس إحنا مقبلين على ربيع. وكلمة الربيع هي نفسها عليها شبهة، لأنها بالأساس هي تعبير استخدم عدة مرات في الحرب الباردة، استخدم في عندما صار فيه تمرد بالمجر وتم سحقه من قبل القوات السوفيتية، واستخدم عندما حاول دوبتشيك الأمين العام للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي أنه يقوم بعمل أطلق عليه في حينه بأنه إصلاح، وأيضا تدخلت الدبابات السوفيتية وقضت عليه، وهنا ربيعين صاروا. والربيع الثالث كان هو سقوط أوروبا الشرقية، الكتلة الاشتراكية. فكل التيرم، المفهوم الربيع، يشير إلى يعني تقدم للمشروع الإمبريالي على مستوى كوني، وتراجع المشروع المناهض إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ومنذ الأيام الأولى كان واضح أنه فيه إرادة أمريكية أنه يعني تتغير القيادات في تونس وفي مصر. بدأوا بالحلفاء،
ثم انتقلنا إلى ليبيا، سوريا، اليمن، وبدأت القضايا تتضح. فشلت الحركة الاحتجاجية السلمية سريعا وحلت محلها عسكرة الانتفاضات العربية، ومع العسكرة جيء بقوى الإرهاب، القوى التي كان احتلال العراق هو نقطة تحركها الواسع والسريع. جرى احتلال العراق للقضاء على الإرهاب كما ادعى جورج بوش، وإذا بالعراق يتحول هو القاعدة الميدانية للإرهاب في المنطقة بأسرها. بعد 2010، وهنا أن أحاول أن أرسم صورة يعني متفائلة بخلاف ما علمت من الأخوة تكلموا، أنه أستاذ دكتور علي فخرو تكلم عن ساكس بيكو الجديدة. أنا أقول أن الحقائق الجديدة تقول أن هذا الفصل سيصبح شيئا من الماضي. لماذا؟ في قوة دولية صاعدة، وهذه القوة الدولية الصاعدة الصين اقتصاديا، روسيا عسكريا عودتها إلى المسرح الدولي بقوة، وبروز منظومات بريكس، شنغهاي تتحدى المشروع الكوني، تتحدى المشروع، تتحدى الولايات المتحدة. اليوم عندنا حقائق يعترف فيها الغرب، تعترف فيها الولايات المتحدة، وأظنكم قرأتم الكثير، وعلى أهم هذا أهمهم هذا الصقر الكبير اللي هو صاحب حوار الحضارات، صاحب صراع الحضارات سامويل هانتينغتون، بيقول إنه الولايات المتحدة لم تعد هي القوة الوحيدة في العالم، وإن احنا على أبواب ثنائية قطبية أو تعددية قطبية لكن بقيادة أمريكية. واقع الحال إنه احنا شهدنا إنه من يوم جاء أوباما في وعي حقيقي، لأنه هناك أزمة اقتصادية، وما نريد نتكلم عن أزمة الرهن العقاري وما تبعها من انهيارات اقتصادية على مستوى العالم، وإنه هذه أدت إلى انكفاء. وخلنا نتكلم نقول إنه للعراق ولمقاومة العراق الباسلة الفضل الأكبر الأول والأكبر في تغيير موازين القوى الدولية. تقدر كلفة الحرب، بعض يقدر كلفة الحرب في أفغانستان والعراق بما يتجاوز التريليون دولار. أيا تكون الأرقام فالخسائر كبيرة. الخسائر في الاقتصاد وأيضا في البشر، وأنتم تعلمون أنه جرى تعتيم متعمد على مقاومة الشعب العراقي، سواء أبان الحرب التقليدية التي جرت في الأسابيع الأولى أو فيما بعده. اليوم عندنا واقع جديد، واقع بيقول أنه أمريكا عملت مجموعة من المصالحات، اتجهت إلى شرق آسيا وحلت مشكلتها مع فيتنام، اتجهت إلى كوبا وأنهت عزلة كوبا، واتجهت إلى إيران وأنهت قضية الملف النووي الإيراني. شو يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ بالعودة إلى الوراء إلى قبل 15 عام، إلى حين تسلم، إلى قبل 10 أعوام حين تسلم خاتمي رئاسة الدولة في إيران، بدأ واضح أنه في نمو للبازار. احنا البازار دائما يطلق عليه بالإصلاحيين،
وهي عمليا القوى الاقتصادية، القوى التجارية على حساب قم، وأنه هذا هذه القوى بدأت تنمو، ولأنه للمال دائما أفعاله تستفزه، كان دائما في انزياح من المؤسسة، من المؤسسة التقليدية من قم، من المؤسسة الدينية إلى مؤسسة البازار. وهذا هو بالذات بالنسبة إلى الأمريكان هو عقب إيخل اللي بيمكنهم أن الحضور القوي داخل إيران. روسيا ترصد شو يجري من تحولات، وفي إدارة جديدة طموحة تدرك معنى التاريخ، تدرك قيمة التاريخ، تدرك إنه الاتحاد السوفيتي حوصر بقوس يمتد من باكستان مرورا بإيران والعراق ثم تركيا، وسوريا ليست المرة الأولى التي يجري محاولة ضمها إلى الحلف. تتذكروا أنه أساساً الوحدة المصرية السورية ونضال البعث في حين من أجل تحقيق الوحدة جاء وسط تهديدات تركيا باحتلال سوريا في حينه، وأنه وجدوا القوميين العرب أنه المخرج لمواجهة تركيا آنذاك ولحلف بغداد هو في تحقيق وحدة مصر وسوريا. فليست المرة الأولى اللي تستهدف فيها سوريا من قبل الغرب، واستهدفت بالانفصال. وقصة الانفصال أنا مع نخب مثقفة، يعني القصة طويلة، وأعتقد أنه الجميع يلم بقصة الانفصال. ومرة أخرى الآن روسيا ترى أنه إيران تعبث في أفغانستان وتستولي تقريبا على العراق، تفرض إرادتها على العراق، ووصلت إلى اليمن، وأيضا لها حضور في لبنان، واختطفت سوريا. هذا الواقع غير مقبول بالنسبة إلى قوة تريد تلعب على المسرح الدولي. إيران ممكن تكون حليف قوي لبوتين، لكن داخل حدودها، مو أن ليس بتجاوزها حدود إيران والدخول في العراق والدخول في سوريا واليمن. وهذا ما يفسر جزئيا موقف الروس من عاصفة الحزم، الموقف اللي هو يعني نستطيع أن نقول عنه مائع، لم يتخذوا أي موقف في الأمم المتحدة اتجاه الحيلولة دون مواجهة إيران في اليمن. القرار التدخل الروسي في سوريا له جملة من المعاني. المعنى الأول هو أن روسيا تريد أن تنهي حالة الانكفاء وتعود بقوة للمسرح الدولي. العنصر الثاني أنها تبقي على آخر موقع قدم لها في البحر الأبيض المتوسط إلا هو طرطوس. والعنصر الثالث هو احتواء الوجود الإيراني، والذين تابعوا الموقف الإيراني من تدخل الروسي يدركوا أن هذا الكلام صحيح، لأنه عبرت عن استياء وعبرت عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الروس حول المسألة السورية. بالنسبة للأمريكان، عود دخول روسيا بقوة إلى سوريا ينبغي أن يصاحب بدخول قوي أمريكي إلى العراق، وإلا يعني أنت تترك حصة الملعب إلى الروس، هذا غير مقبول. ولذلك تلاحظوا أنه دخلت الولايات المتحدة إلى العراق قبل سنة من دخول الروسي، وكانت عملية تقوم عملية تمسيج مساج إلى داعش ولعب يعني. وكلنا نعرف أنه لما دخلت داعش إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة، كان العراق ولا يزال مقيد باتفاقيات أمنية تعد استقلاله،
وكانوا وتفرج الأمريكيون على العراق وهو يعني يذبح، على الدور التخريب الإيراني، على الدور التفتيتي داخل، على دور الميليشيات، على دور داعش، ولم يحرك الأمريكان ساكنا، وقبلوا أن يقدموا العراق على طبق من ذهب للإيرانيين. ويقين أنه في ذهنهم أنه هذه المنطقة العازلة اللي تبدأ من إيران إلى تركيا ينبغي أن تكون حليفة للولايات المتحدة، وفي يقينهم أنهم سيصلوا في النهاية إلى تسويات، لأن الرصد للتحولات الاقتصادية بالذات في إيران تقول أنه دور المرشد في أفول، وأن الدور الحقيقي المستقبلي سيكون ما تعتبر مجازا بالقوى الإصلاحية، ودائما القوى الإصلاح تشير إلى اقتصاد السوق أكثر من أي شيء آخر. واللي أنا كم تكلمت عنه ما بعرف. أوكي. لذلك تجاوزوا في التدخل الإيراني، لم نسمع أي اعتراض من قبل الأمريكان لا على تدخل إيران في لبنان، ولا على تدخلها في سوريا، ولا على تدخلها في اليمن من قبل الأمريكان تدخل حاسم، ولا على تدخلها احتلالها للعراق. لم نسمع بشيء من هذا القبيل إلا بعد التدخل الروسي في سوريا. أريد الجانب اللي أريد أقول أنه متفائل فيه شوية، يمكن أكون غلط، يمكن النقاشات اللي بيناتنا تثري المحاضرة، هو أنه في المستقبل أمريكا وروسيا بحاجة إلى أنظمة قوية، لأنه إذا بدأت شيء من نوع من الحرب الباردة بينهم بيكونوا محتاجين إلى وكلاء، وستعود ربما ليس بشكل مستنسخ صورة المشهد اللي أعقب الحرب العالمية الثانية، ستتكرر مجددا أنه نحن بحاجة إلى حلفاء قادرين يواجهوا التهديدات القادمة من روسيا والقادمة من الصين. الصين عبرت عن شراكة عملية مع الروس من خلال 3 فيتوات، قرارات نقد 3، كان بالإمكان أن يعني يصير فيه قرار روسي ويكفي، لكن الصينيين أرادوا أن يؤكدوا أنهم شركاء في مع الموقف الروسي، وأنه علاقتهم مع روسيا فيما يتعلق بالمنطقة العربية هي علاقة تكاملية، مش ناس قوة تعمل لوحدها. هنا أنا أميل إلى أنه إذا وجدت قوة قومية حقيقية، قوة وطنية حقيقية، واستثمرت التحولات الدولية، سيكون بالإمكان هزيمة مشروع التفتيت. مشروع التفتيت لا يزال قائما، ويعني على الأقل موجود في سوريا أن داعش تحتل مناطق كبيرة، وجبهة النصرة تحتل مناطق كبيرة، ومحاولة من الكرد أنهم يشكلوا حكومة حكم ذاتي، وموجود واقعا في ليبيا في 19 إمارة إسلامية، وموجود في اليمن حيث هناك عدة حروب أهلية، عدة عن قوة تتصارع، وليس فقط جماعة هادي والصالح وأنصار الله موجودين في حراك جنوبي، موجود محاولة الاستقلال حتى بحضرموت بالوحدة، موجودة القاعدة، موجودة داعش، يعني ففي مستنقع. لكن واضح الآن أنه في حديث عن تسويات في ليبيا، في حديث عن تسويات في اليمن، لعلكم سمعتم في الأيام الأخيرة أنه في تقارب بين أنصار الله وبين المملكة القيادة السعودية، وصار في لقاءات وفي حديث للعسيري عن قرب انتهاء الحرب في اليمن، واليوم في تصريح روسي
أنه أي محاولة لخرق الهدنة ستجعل روسيا تتدخل بالقوة العسكرية لأي جهة تخرق الهدنة. هذا التصريح اليوم. هذه يعني احنا طول الوقت نتكلم عن يعني عناصر اليأس والعناصر التدري اللي صارت في هالأمة. دعونا يعني للحظة نفكر بشكل آخر، لأنه هذا يعني يحمل يفرض مسؤوليات جديدة علينا، اللي هي أنه في هذه الزحمة، في هذه الفوضى العارمة، ليس هناك طوق نجاة وليس هناك مخرج للحل على مستوى الوطن العربي إلا بالعودة للوحدة العربية، للعروبة. لأنه ثبت أن الكيانات القطرية اللي قيل أنها حقائق وسلمنا بوجودها واعتبرناها أيضا ويمكن أن تكون قاعدة للانطلاق نحو مشروع قومي، إذا ما يعني مورس الضغط الشعبي على هذه الحكومات، الآن تكشف أنه أخذت سياقها من 45 إلى إحنا في عام 2016. أخذت الدولة القطرية أكثر من 60 عام، وهي تقودنا من فشل إلى فشل. وتأكد أيضا أنه الإسلام السياسي غير عاجز عن خلق وحدة مجتمعية بكل مكوناته، لأنه بالأساس طائفي وتفتيتي رغم من الشعار الأمة الإسلامية، لكنه في الممارسة وفي الفكر ثبت أنه هو تفتيتي وغير جامع لوحدة الأمة. ولأنه أيضا ثبت أنه هذا هو راح يكون على حساب تاريخنا المجيد وعلى حساب المكونات الاجتماعية في الوطن العربي. هي لحظة بالنسبة لحظة انبلاج صباح جديد إذا ما استثمرها الوطنيون القوميون العرب واستطاعوا أنهم يستثمروا يقتنصوا هذه اللحظة، لحظة الصراع. وأخواني يعني الانسجام في العلاقات الدولية هو غير تاريخي. منذ نشأة الإمبراطوريات والقانون دائما وباستمرار هو الصراع بين الإمبراطوريات وبين الدول، تغلف أحيانا حروب دينية، حروب قومية، وفي العصر الثنائية القطبية حروب عقائدية. ولكنها الحقيقة أنه طالما وجدت إمبراطوريات القانون دائما هو الصراع وليس التجانس، وطالما هناك صراع فهناك حاجة إلى تسويات تاريخية شبيهة بالتسويات اللي صارت في الحرب العالمية الثانية، شبيهة بالتسويات اللي صارت بالحرب العالمية الأولى. لكن احنا إلى جانبنا شيء كبير جدا ينبغي أن يستثمر، هي حقائق الجغرافيا والتاريخ. وجملة هذه الحقائق تؤكد أننا أمة عربية واحدة يجمعنا من العناصر الكثير أكثر بكثير مما يمزقنا. وأنه من المستحيل أن تصنع، أن الطفيليات والطحالب لا يمكنها أن تصنع تاريخ بأي معنى من المعاني. وما حصل في العقدين الماضيين هو غلبة هذه طفوح، هذه الطحالب، طفوح هذه الطفيليات، وهي لا تعبر عن عنصر أصيل في تاريخ الأمة. العراق العظيم بعد 13 عام تكشفت حقائق للكل، لكل العراقيين، حتى اللي يعتبروا نفسهم في صفوف المعارضة ضد النظام الوطني.
تكتشف أن من يقودون العملية السياسية في العراق يتصفون بأربعة ملامح. الأول أنهم عملاء مزدوجين، لا غبار على ذلك. تاريخهم، مناطق انطلاقتهم، مناطق الهجرة العودة إلى العراق، جاءوا اللي جاء من واشنطن واللي جاء من طهران، وكل واحد مقيد بتحالفات وعلاقات، والكثير منهم يقومون بدور مزدوج لصالح الولي الفقيه من جهة ولصالح واشنطن من جهة أخرى. والثانية أنهم طائفيون، بمعنى أنهم لا يؤتمنون على المجتمع العراقي. الطائفي أجندته خاصة، أجندته الاقتصادية التنموية، أجندته السياسية أجندة خاصة. والثالثة أنهم انعزاليون، عزلوا العراق عن محيطه العربي، وأرادوا للعراق أن يكون بلدا يضم عربا، يضم عربا وليس يعني ليس بلدا عربيا، شأنه شأن أي بلد يضم جاليات عربية، يضم شعوبا عربية أو شعبا عربيا. والأنكى من كل ذلك أنهم تكشفوا أنهم فاسدين ولصوص، واليوم في المنطقة الخضراء في هذه اللحظة التي نتحدث فيها طائفيون حتى أخمص قدميهم يحتلون المنطقة الخضراء ويطالبون بالقضاء على الفساد، حلفاءهم يطالبونهم بالقضاء على الفساد. فهل من دليل أن الشعب العراقي الآن يستيقظ مجددا ويدرك أن الاحتلال استهدف كل فرد، كل مواطن عراقي، ولم يستهدف نظاما بعينه، استهدف الفكر الوطني، استهدف مفهوم المواطنة، استهدف التنمية، استهدف كيان الدولة العراقية بأسره، صادر بلدا عظيما، كيانا وهوية. هذا الإجماع هو ما يجعلنا نتفائل، هذا الوعي بأن هؤلاء عملاء مزدوجين وبأنهم انعزاليون وطائفيون ولصوص هو ما يضيف إلى القوميين ثقلا حقيقيا، إنهم رسموا استراتيجيات عملية صائبة تجعل تميز كثيرا بين الاستراتيجية والتكتيك، وتجعل الاستراتيجية في مقدمة المهام للحظة انبلاج فجر عربي جديد. والسلام عليكم.